السلام عليكم، صباح الفل يا جماعه. طيب يا معلم، الفيديو اللي فات شرحنا فومه الكابتشينو، الفيديو ده هشرح لك فومه اللاتيه. ركز معايا برنس كويس جدا، يلا بينا يا معلم. فومه الكابتشينو احنا قلنا يا جماعه بتبقى تقيله شويه، يعني انا بزود في الهابسنج شويه، لكن فومه اللاتيه بتبقى فومه ناعمه كريمي، فانا مش محتاج فوم تقيل في اللاتيه. طيب يا معلم، نسحب شوت الاسبريسو. تعالى بيضا، ركز بقى برنس في الهابسنج وانت شغال. انا مش هعمل هابسنج كتير، انا بس هعمل فومه كريمي ناعمه، مش عايز فومه تقيله، بس كده. معلم هستنى الرولينج لغايه لما اوصل لدرجه الحراره المطلوبه 65 67 وهكذا. دي فومه لاتيه يا جماعه، فومه كريمي ناعمه خالص، مش تقيله، خفيفه زي ما انت شايف قوام الفوم عامل ازاي. غير الفيديو اللي فات كان الفومه تقيله شويه او اتقل من كده بكتير كمان. دي فومه ارت، انا عارف ان الناس كلها بتدور على فومه الارت، او الناس كلها بتبقى عايزه تعمل فومه ارت. دي فومة الارت يا شباب، تعالى يا معلم نجرب لاتيه. طبعا ده كب 220، فومة كريمي ناعمة خالص زي ما انت شايف قوام الفوم. شوف انا محتاج 2 انش بس فوم، يعني مش محتاج فوم تقيل غير فومه الكابتشينو وبس كده يا معلم. ما تنساش تشوف الفيديو اللي فات موضح فيه فومه الكابتشينو عشان تبقى عارف الفرق ما بين فومه اللاتيه وفومه الكابتشينو. ولو عجبك الفيديو يا معلم ما تنساش اللايك، والفيديو الجاي ان شاء الله اعمل لك فومه الفلات وايت. اتمنى اكون وضحت المعلومه، ولا عايز حاجه اكتبها لي في كومنت، والسلام عليكم.